شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح معرض أهل المدارس بتخفيضات تجاوزت نحو 30% لمستلزمات المدارس المختلفة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لتوفير مستلزمات المدارس وكافة احتياجات المواطنين من أدوات دراسية وملابس للطلبة بأسعار مخفضة. هذا وشارك في المعرض نحو 115 عارضاً وعارضة يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية. موجود في المعرض طبعا الشنط والكوتشيات واللبس المدرسي والبراندات الخاصة بالأطفال الصغيرين، والحمد لله رب العالمين عندنا تقريبا 77 مشارك. بناء على رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها دايما لصالح المواطنين بإقامة معارض أهل المدارس لتوفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب لرفع العبء عن كاهل المواطنين.